Black Lives Matter. بهذا الشعار هتف آلاف المتظاهرين في عدد من المدن الأمريكية من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، تعبيرا عن مناهضتهم للعنصرية ضد السود وعنف الشرطة تجاه هذه الفئة من المجتمع. مظاهرات اكتسبت زخما كبيرا على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي، وهي القضية التي لا زالت تلقى تفاعلا واسعا منذ أكثر من أسبوعين، في الوقت الذي يتصاعد فيه الغضب عقب انتشار تسجيلات مصورة تظهر المزيد من انتهاكات عناصر الشرطة بحق المتظاهرين. في نيويورك جابت مسيرات احتجاجية كبيرة شوارع المدينة تنديدا بمقتل فلويد، وذلك بعد يوم واحد من قرار عمدة المدينة بيل دي بلازيو إنهاء حظر التجول. وفي مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية خرجت حشود ضخمة من المحتجين المناهضين للعنصرية للتنديد بمقتل فلويد وبسلوك الشرطة الذي اعتبره المحتجون منافيا للدستور. على وقع هذه التحركات ترتفع الأصوات المطالبة بإحداث تغييرات عميقة في جهاز الشرطة المتهمة بممارسة التمييز والعنف ضد الأمريكيين السود. وفي هذا السياق قرر المجلس البلدي لمينيابوليس تفكيك شرطة المدينة في خطوة تروم حسب رئاسة المجلس إعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يضمن أمن المجتمع بالاشتراك مع المواطنين. إلى ذلك يعتزم عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين تقديم قانون يهدف إلى إصلاح جهاز الشرطة الأمريكي، معتبرين أن ممارساتها بحق السود هي نتاج عنصرية تطبع تاريخ البلاد منذ فترة العبودية. اتخذت أيضا بعض التدابير المحلية منذ بدء موجة الاحتجاجات، إذ حذر قائد شرطة مدينة سياتل استخدام الغاز المسيل للدموع لمدة 30 يوما، كما أعلنت شرطة مينيابوليس حظر استخدام القوة في القبض على الموقوفين.